قعدوا كم لزق نبوت قعدوا. لا بابا اصلا شبعنا. وهذول ما يشتهون. اي ما يشتهون مبين. ها شنو عين؟ شو انتم بس اربعه؟ وين اخوتكم الخمسه الباقيين؟ مو بابا رشدي بالسوق. اي وحمدي ببيت عمتي. اي وسعدي عنده لعبه. اي ووجدي بيت خالتي. هاي اربعه وانتم اربعه بعد واحد. قصدك رجاء؟ اي بعد وحده العفو. اي اي ما انطتها للجيران. ليش بتهم عطلانه؟ لا بابا مو هم ما عندهم جهال فاخذوا بنتنا شوي يلعبون بها ورجعوها. منو بيت ابو علاء؟ اي انا مو قايل لكم حاجتي عزيزه وما تطون شيل بيت ابو علاء؟ لك بيت ابو علاء يوميه داقين الباب، يوم درنفيس، يوم سكول اسبانا، يوم طفل، ذاك اليوم من لعبه وبسعدي مو رجعوا مفسوخه رجله حتى ما صلحوه. اسدي الله يا عيني، واحنا عندنا جهال خير من الله. اي شكو عليش؟ طبعا عندكم جهال خير من الله، لان اكو مطي يشد عليكم من الصبح لليل. هاي امك خبلتني، اكو وحده تخلف تسعه، اقولها شلون اشتحبل؟ ها حبيبي شنو جيت؟ ها شنو حبيبتي؟ صدق تحكين؟ الصبح عفتك محامي. والله حبيبي ما ادري، كنت جاي اطبخ، دخت، قلت خلي اروح انام، نمت قعدت لقيت روحي حامل. هسه بشرفك للضوج وقول لي شو اسوي لك عشاء؟ شو تسوي لي؟ هسه قول لي تسوي لي تمن ومرق تجيبي لي توم. روحي عمي روحي ما اريد ما اريد. يابا يعني والله العظيم ما يصير هيجي، شنو هاي يومي يومنا مخلفت لنا طفل؟ والله ما ادري يا بنتي بس انت واعيه بهذا البيت، خبلتني يوميه جايبت لي طفل، يوميه هسه لو عندي بيت لو عندي غرف هي 50 متر بيتنا كله غرفه وحمام. بابا اريد غرفه لوحدي. واحنا نعيش بالحمام؟ بابا يعني بعد خصوصية ماكو بالبيت، كنا بغرفة واحدة. لك بابا انت ايش قد متطلبة؟ يعني انت بنية واحدة تعبتيني أكثر من ثمان ولد، موتيني انت، لتصيري مثل الولد، هذا البكر هذا لبة قلبي والله، شايف اللبة مال القلب؟ هذا اللبة مال قلب. درحمها للبة يا بابا. لو هذا الوسطاني فدوى لقلبه، فدوى لعمره. ابوسك شبيك حبيبي حبيبي دذبه للقشر مو ذبيت اخوك قشر. ها شنو لك مين لك هذا متعهد الحفلات؟ حبيبي هذا ابنك هسه جبته. يعني جبتيه من بطنك من الكليه شنو بيه؟ باه با با شنو لك؟ غير انا وياك نتلابس. انت المفروض اول كلمه تنطقها تقول لي بابا انت شو تدخن؟ اقول لك كيسي ازرق تقول لي اعطيني سيجاره. دي لا تستفزني لك رجال انت شنو دي؟ با با الله بابا يريدك تشيله. با با تعال حبيبي يلا تعال. أرد أقول لك أخوه بس مستحي. لا بابا هيك حرقت هواي مراحل بابا صدق كذب. الرضاعة الطبيعية الممية نترد لك بالشاي مي غريب داي. شلون استفزاز هذا؟ شفتي بابا شلون الوقت طيا حظي؟ انا السندباد انا ماكو دوله ما مفترها لتشانك انت سافر اكثر من نسرين طافش والله. بس غير الوقت انا تزوجت وطا حظي. بس لا انا راح اطلق كلكم كبرتوا وحيروا بنفسكم. انا راح اطلق اريد ارجع اسافر لكم. انا السندباد انا ابو السفر. أنا راح أجيب جنتي أحط بيها جينزاتي تيشيرتاتي شورتاتي وأقفل الجنطة وأنساكم. والله ترضاها؟ هو هذا حكي؟ لعد هذا حكي؟ هاي شنو؟ أنا حامل؟ لا وقع علي الشاي قامت ما تحس النوب ما تحس. الجاهل يجي ويجي رزقه وياه. لك بابا هاي الكلاوات بطليها. لك الرزق يجي بالتخطيط يجي بالشغل مو قاعدين بخمسين متر وتخلفي لي تسعة وتقولي لي رزق دعي.